اسمي فتح محمد إبراهيم الشهير بفتح القدري. بدأت الرسم على السجاد من حوالي 10 سنين. في البداية خالص كنت في جريدة الجمهورية، كنا بنشتغل الإعلانات اللي هي على الصاد دي اللي بتبقى في الشارع. وبعدين واحد طلبني هنا، قال لي ممكن تعمل لنا كتابة على الحصير كده. قلت له فلما لقى خط حلو يعني على الحصير وكده، قال طب ما تفكر تعمل لنا اي رسومات كده، ابو الهول ولا الاهرامات ولا حاجه. قلت له ماشي اعملها اجرب. فاشتغلت، فالحمد لله يعني نجحت في العمليه دي. بقى يتعامل معايا، يجيب لي سجاجيد وارسمها له، وبقينا دخلنا في مراحل بقى ايه، صور شخصيه. بعد الحاجات الفرعونيه دي دخلنا في صور شخصيه، وبقت العمليه ماشيه لغايه ما ظهرت السجاد دي غطت على الحصير. انا فعلا كنت بحب الرسم زمان، وكنت بقعد ارسم حاجات كتير اللي هي بتبقى زي الديك والحيوانات يعني، والفراشه وكده. احب اخططها كده على الكراسه بتاعت المدرسه. لغايه ما طلعت ثانوي، مدرس الرسم لما لقاني كده خدني في مجموعه الرسم معاه، وانا برضو مش في دماغي، انا في دماغي ايه، ان انا اخش فريق كره القدم. بس هو صمم ان انا اخش معاه في مجموعه الرسم. ابتديت بقى ايه، اشتغل بقى بالقلم والرصاص لغايه ما دخلت المعهد. رحت عند واحد زميلي كان معايا في المعهد الله يرحمه، بقى رحت له البيت، لقيته عامل صوره عنده بالقلم بالفحم، بقول له حلوه قوي الصوره دي. قال لي انت ممكن تعمل احسن منها. اعملها ازاي؟ قال لي تجيب ورقه وتقسمها مربعات، وتجيب الصوره الصغيره تقسمها مربعات، وتشوف العين في المربع ده تنقله في المربع الكبير في الورقه، وهكذا العين والمناخير والبق والودان وكده، تطلع معاك الصوره. اول ما روحت جربتها، عملت حوالي 4 صور في حوالي ساعه وساعه ونص. الالوان دي الوان لكيهات اللي هي بتاعت اللي بيدهنوا بيها الشقق زمان، الوان لكيهات وفرش عاديه بتاع فرش صيني كده وجاز وكده، وبندرب الالوان دي على بعضها، وبنجيب الحاجات الالوان اللي في الصوره بندربها على الباليتا وبنشتغل على طول. الصعوبات اللي بتقابلني فعلا لما واحد يجيب لي صوره مبكسله او منغبشه جامد، بتبقى صعبه جدا. ولما بيقول لي مفيش غيرها ومعلش وبتاع ايه، احاول اجي على نفسي بقى وعلى قدر الامكان كده احاول اظبطها، بس بتبقى عملية مرهقة جدا. أفضل رسمة واللي ضربت جامد صورة محمد صلاح، كنت رسمتها على صغير كده اهو، وسمعت جامد يعني. عملت صورة الله يرحمه عبد المنعم رياض، والعيلة كلها أشادت بالصورة. ده اللي حببني أكتر في الرسم. رسمت حوالي 20 صورة رشدي أباظة. رشدي أباظة سمع جامد، دي كانت أفضل حاجة يعني. إنما أصعب حاجة رسمتها على السجاد جزء من شارع الضرب الأحمر هنا، كنت عامله يعني سنة 1900، كان منظر قديم بس بالألوان. فرسمته على سجادة كبيرة حوالي 1.30 × 1.60 متر. بحلم إن ربنا يختم لنا بالعمل الحسن.